تنقسم العيوب التي يعاني منها الإنسان إلى قسمين: عيوب ظاهرة وعيوب مستترة. عيوب بارزة للعيان أو لصاحبها، وعيوب مخفية. العيوب المستترة المخفية لعلها تكون أشد خطرا على صاحبها من العيوب الظاهرة البارزة، وذلك لاعتبارين. الاعتبار الأول: من المعلوم أن الإصلاح، أن العلم بالخلل أو العلم بالعيب مقدمة لإصلاحه، فإذا لم يعلم الإنسان بوجود العيب فإنه لن يتحرك لإصلاحه. العيوب المخفية نعني بها التي تخفى على صاحبها لا على الناس. شوفوا، تارة العيب يكون ظاهرا للناس أو ظاهرا للناس خافيا على صاحبه، وتارة بالعكس يكون العيب ظاهرا لصاحبه خافيا على الناس. أنا أعلم بعيبي، لكن من يعيش معي، من يرتبط معي أو من يحيط بي لا يعلم بوجود هذا العيب. وأخرى يكون العيب ظاهرا للناس وظاهرا لصاحبي، أنا هم أعلم بعيبي ومن يحيط بي أيضا يعلمون بوجود هذا العيب. وأخرى يكون العيب خافيا على الناس وخافيا على صاحبه. هي أربع حالات. ما هو محط الكلام أو البحث هو العيوب، هي العيوب التي تخفى على صاحبه، سواء علم بها الناس أم لم يعلموا بها. هذه العيوب خطيرة جدا، العيوب التي تخفى على صاحبها، لأنه إذا لم يعلم بها لن يتحرك لإصلاحها. هذا أولا. ثانيا، الاعتبار الثاني: هذه العيوب عادة تنتظر الفرصة المناسبة للظهور. بعبارة أخرى، متى ما تهيأ الظرف لبروزها وظهورها ظهرت، ولعله تظهر في ظرف حرج يؤدي إلى هلاك صاحبها والمستجار. إبليس عليه ما عليه من لعائن الله شاهد. إبليس عبد الله مدة طويلة جدا مع الملائكة، يعني منقطع، انقطاع تام لا يدرى، 6000 سنة عبد الله، 6000 سنة لا يدرى من سني الدنيا أم من سني الآخرة كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومثل هذا الرصيد لا يتوفر لأحد من الناس، من من الناس يتوفر له مثل هذا الرصيد؟ 6000 سنة من العبادة المنقطعة، ومع من؟ مع الملائكة الذين لا يفترون عن ذكر الله عز وجل. مثل هذا الرصيد ما يتوفر لأحد من الناس. كم عمر الإنسان؟ هل يصير عمر الإنسان مثل نوح سلام الله عليه؟ 2500 سنة كما يقول صاحب البحار اعتمادا على الروايات. شوف، 6000 سنة من العبادة المتواصلة والانقطاع التام مع الملائكة، ذهبت أدراج الرياح بسبب ماذا؟ أمير المؤمنين يقول في أحد الخطب في نهج البلاغة: بسبب بساعة كبر واحدة. شوف، بساعة كبر واحدة. سؤال: هل هذا المرض، مرض التكبر، كان قد طرأ على إبليس بين عشية وضحاها؟
بعض الأعلام يقول لا، هذا العيب كان موجودا فيه ولكنه كان مستترا، لأن الظرف بعد لم يأتي ليبرز هذا العيب. متى تهيأت الظروف لبروز هذا العيب؟ لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وأمر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم، هنا برز هذا العيب، ظهر هذا العيب، فأهلك صاحبه، هلك إبليس. هناك عيب آخر أيضا أشار إليه الأعلام، وهو عيب الحسد. عيب الحسد، إبليس حسد آدم على هذا المقام الذي أعطاه الله إياه، لذلك يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أفضل منه، فكيف يتبوأ مثل هذا المقام، أنا أسجد له. لذلك استنكف إبليس أن يسجد لآدم وبقي على هذا الحال. من اللطيف بعض الروايات تقول لما صعد نوح عليه السلام السفينة بمن معه جاء إبليس، فسأله نوح من أنت؟ قال أنا إبليس. قال وماذا تريد؟ ما الذي جاء بك؟ ماذا تريد؟ فقال جئتك لتسأل ربك هل يقبل مني توبة، إذا أنا تبت يقبل مني التوبة. فأوحى الله إلى نوح، يا نوح توبته، قل له توبته أن يأتي إلى قبر آدم ويسجد له. التفت إبليس إلى نوح قال أنا لم أسجد له حيا، أسجد له ميتا. شوف باق على نفس العيب، نفس الخلل. على كل حال، إذن هناك عيوب ومعايب لا تظهر للإنسان. قل أمير المؤمنين سلام الله عليه ليس كل عورة تظهر، مو كل عورة تظهر، مو كل عيب يظهر، بعض العيوب تبقى مخفية سنوات طويلة جدا ثم بعد ذلك تظهر إذا ظهر الظرف. وليد بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان، على كل حال ما يمنى التسمية، قبل أن يستلم الخلافة كان يأتي إلى الحرم المكي ويطيل المكوث في الحرم المكي، دائما بيد القرآن، يفتح القرآن يقرأ القرآن، حتى سمي بحمامة الحرم. هذا قبل استلام الخلافة. لكن بعد أن استلم الخلافة، بعد أن استلم الخلافة صار يتلذذ بسفك الدماء، أولغ في دماء المسلمين. شوف هذا الأب كان فيه مستتر حتى قبل استلام الخلافة، مستتر خاف لأن الظرف بعد لم يأتي. لما استلم الخلافة صار مبسوط اليد، وصل إلى المقام والجاه، هنا ظهر هذا العيب، برز هذا العيب. لذلك من المهم جدا أن يلتفت الإنسان إلى هذه النفس ويبحث عن عيوبها. البحث عن العيوب، عيوب النفس، من أنفع المعارف، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنفع المعارف هو البحث عن معايب هذه النفس. إذا عرف الإنسان هذه العيوب، طبعا المعرفة مو المعرفة النظرية فقط اللي ما تحرك الإنسان، المعرفة التي تستدعي حركة من الإنسان لإصلاح تلك العيوب. إلا البعض كان يعرف عيبه وبقي على هذا العيب إلى أن فارق الحياة. الحجاج دخل عليه أحد أصحابه كما ينقل في كتب التاريخ لحظة هلاكه وفاته، شاف الحجاج يبكي، قال له ولم تبكي؟ قال إن لي ذنوبا لا تأتي عليها السماوات ولا الأرض. شوف لاحظ، يعرف ذنبه، يعرف عيبه،
لكنه لم يتحرك لإصلاحه. فالمعرفة ليست المعرفة النظرية الصرفة العقلية الصرفة، بل المعرفة التي تستلزم العمل، تستتبع العمل. كيف يقف الإنسان على عيوبه؟ ما هي الخطوات العملية لاكتشاف هذه العيوب؟ أنا أريد أكتشف هذه العيوب المخفية، فهل هناك خطوات عملية ذكرها أهل البيت سلام الله عليهم؟ أقول نعم، أهل البيت عليهم السلام أشاروا إلى مجموعة من الخطوات، خطوات جدا مهمة، هذه الخطوات على المؤمن أن لا يغفل عنها، على المؤمن أن يأخذ بها. أولا قبل الإشارة إلى بعض الخطوات ألفت النظر إلى هذه المسألة، وهي الله جل وعلا كما يستفاد من بعض الآيات القرآنية جعل في الإنسان حسا يستطيع أو استعدادا يستطيع بواسطته أن يعرف عيوب نفسه إذا توجه. بعض الأعلام يستدل بهذه الآية المباركة: فألهمها فجورها وتقواها. يقول واحدة من المعاني التي تستلهم من هذه الآية المباركة أن هناك استعدادا في داخل الإنسان، عبارة تعبر عنه الآية بالإلهام، بمثابة الإلهام، بحيث يعرف هذا الإنسان، يعرف هذا الإنسان عيوبه، يعرف هذا الإنسان محاسنه. هذه آية. آية أخرى لعلها أكثر صراحة من الآية السابقة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أحيانا الإنسان صحيح ما يريد يعترف للناس بخطئه، فتجده يبحث عن الأعذار والمبررات، لكن في داخله يعرف بأنه على خطأ، يعرف بأن هناك عيب موجود فيه. إنسان بصير، إذا توجه هذا الإنسان إلى نفسه يعرف هذه المعايب، كما استفاد من هذه الآيات المباركة. زين، ما هي أهم الخطوات العملية لمعرفة هذه العيوب؟ واحدة من أهم الخطوات التفكر، أن يتفكر الإنسان في عيوبه. الله أعطى الإنسان قدرة على التفكير وتحليل الأمور، يستطيع بواسطة التفكير أن يصل إلى أعمق المسائل، ولهذا التفكير في المعايب من أحب الأمور إلى الله عز وجل، كما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول: أحب المؤمنين إلى الله من نصب نفسه في طاعة الله ونصح لأمة نبيه وتفكر في عيوبه وأبصر وعقل وعمل. وتفكر في عيوبه، يكون يتفكر هذا المؤمن في عيوبه، هذه خطوة. الخطوة الثانية التي يحتاجها هذا المؤمن هي أن يضع نفسه دائما وأبدا موضع التهمة. المؤمن لا يمكن أن يرضى عن نفسه، المؤمن لا يمكن أن يرضى عن نفسه. إمام أمير المؤمنين في خطبة، الخطبة المسماة بخطبة همام التي أبرز فيها صفات المتقين، وصف المتقين بهذا الوصف، قال: وهم لأنفسهم متهمون. تريد تقف على العيوب المخفية، دائما تضع هذه النفس موضع التهمة، لا أن تحصل حالة الرضا عن النفس. إذا وصل الإنسان إلى حالة الرضا عن النفس هلك، إذا رضي الإنسان عن نفسه هلك، كما يعبر أمير المؤمنين عن هذه الحالة: من أوثق عرى الشيطان الرضا عن النفس، أو الثقة بالنفس من أوثق عرى الشيطان. يعني
هذا باب يلج من خلاله الشيطان سريعا إلى نفس هذا الإنسان. لهذا الإنسان المؤمن الكيس الفطن دائما يكون متهما لهذه النفس حتى يقف على عيوبها، حتى يقف على معايبها. وترى الواقع هو هذا، كلما وقف الإنسان على عيب راح يكتشف أن هناك عيوب أخرى. كل ما وقف الإنسان على عيب في النفس بعد فترة راح يكتشف أن هنالك عيوب أخرى تحتاج إلى إصلاح. لذلك المؤمن تجده دائما مشغول بعيوبه عن عيوب الناس. لتشوفه منشغل بعيوب الناس، هذا مؤشر على أنه ناس لنفسه أصلا، كما ورد في الروايات الشريفة. فهذه هي الخطوة الثانية التي أشار إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه بقوله لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، وإذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم مني بنفسي. فمن علامة أحدهم، يقول الإمام، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل. يأتي بالأعمال الصالحة لكنه خائف وجل. ليش؟ لأنه يدرك أن هذه النفس وحالات هذه النفس وتقلبات هذه النفس من حال إلى حال تبقى إلى آخر لحظة من لحظات العمر، لذلك يبقى وجل. حسن العاقبة والتفكير في حسن العاقبة أمر مهم جدا، لا يمكن لهذا الإنسان أن يركن ويثق بهذه النفس وما وصلت إليه، يبقى وجلا إلى آخر حياته. هذا الأئمة سلام الله عليهم يعلموننا دعاء العديلة، دعاء المسمى بدعاء العديلة. ليش؟ لأنه قد يعدل هذا المؤمن عن إيمانه إلى الكفر في آخر لحظة من لحظات حياته والمستجار بالله. لذلك يبقى المؤمن دائما وأبدا وجلا مضطربا. لابد أن يأخذ بالمؤمنات. ترى إحنا عندنا مؤمنات نعول عليها، ما نعول على أعمالنا. من أبرز هذه المؤمنات الارتباط بالحسين سلام الله. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي جفتها ثجيلة. المعول على الارتباط بهؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام. الخطوة الثالثة وأكتفي بها لضيق الوقت، المحاسبة، محاسبة النفس. وقد أكد المعصومون عليهم السلام كثيرا على محاسبة النفس. يقول الإمام الكاظم ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة، فإن عمل خيرا أو فإن عمل حسنا حمد الله عز وجل واستزاد، وإن عمل شرا استغفر الله عز وجل. شوف المحاسبة مهمة جدا، في كل ليلة لابد لأقل يجلس هذا الإنسان مع نفسه يحاسبها حتى يقف على معايبها ويتحرك لإصلاحها. إلا بعض المعايب قد تبرز في ظرف. شوفوا مشكلة أهل الكوفة، مشكلة أهل الكوفة، هي الخيانة الكبرى التي تعرض لها مسلم بن عقيل، واحدة من أهم أسبابها الغفلة عن هذه العيوب المستترة المخفية. ما ممكن أن نتصور بأن أهل الكوفة ابتلوا بهذا العيب بين عشية وضحاها. مثل هذا العيب يحتاج إلى وقت، ولهذا ابتلى أولئك بهذا العيب أو بجملة من العيوب جعلتهم يقفون في صف الظالمين مع الظالمين في وجه الحق وأهل الحق، ويتنكرون للبيعة، بايعوا مسلم بن عقيل
على أقل تقدير 18,000 هم الذين بايعوا مسلم، 18,000 على أقل تقدير بايعوا مسلم، ولكن بعد أن جاء ابن زياد ودخل إلى الكوفة وأشاع جوا من الإرهاب فيها، تخاذلوا عن نصرة مسلم بن عقيل وصاروا جماعات وأفراد يتفرقون عن مسلم، حتى يقول الرواة أرباب المقاتل قصد مسلم مسجد الكوفة المسجد الأعظم ليصلي ومعه 30 وقيل أكثر، انفتل من صلاته، انتهى من صلاته، نظر خلفه فرأى 10 فقط، 30 صاروا 10. خرج مسلم عليه السلام من باب أو أبواب كندة للمسجد الأعظم، أبواب متعددة كما هو معلوم، واحد من تلك الأبواب الباب الذي يؤدي إلى قبيلة مراد وحلفائها من كندة، اللي يسموه أبواب كندة، هذا الباب هو الذي دخل منه مسلم بن عقيل. يعني مسلم بن عقيل كان يقطن في تلك المنطقة، يقطن في تلك المنطقة، فخرج خروجه ترى مدروس، مسلم بن عقيل خروجه كان مدروس بدقة، صحيح بعض كتب التاريخ أو المقاتل تعبر عن مسلم بن عقيل بأنه خرج لا يدري إلى أين يتوجه، يدري إلى أين يتوجه مو معناته أنه كان متردد وكان في حيرة من أمره، لا، هذا تعبير عن شدة خذلان أولئك لمسلم بن عقيل، بحيث ما عنده ملجأ يلجأ إليه، وأنه ما كان مخطط وما كان عنده تخطيط وكان حائر متردد في مواقفه. يا مسلم سلام الله عليه كان عارفا بما يصنع، كان عارفا بما يصنع، حتى توجه مسلم إلى دار طوعة كان مدروس كما يقول بعض المفكرين، بعض من محللي التاريخ من العلماء، كان مخطط له من قبل مسلم، لأن هذه المرأة كانت معروفة بالولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. على كل حال إن شاء الله تعالى، رحم الله من ذكر القائم فقام، صلوا على محمد وعلى محمد. فخرج مسلم سلام الله عليه من أبواب كندة، خرج يقول أرباب المقاتل خرج من الباب من أبواب كندة، نظر خلفه فلم يجد واحدا من أولئك العشرة، فأخذ يمشي في أزقة الكوفة لا ملجأ إليه، يلجأ إليه، الناس تخاف، تخاف تأوي تستضيف مسلم، تخاف من بطش ابن زياد، فأخذ يمشي بأبيه وأمي حتى أصابه العطش، ووقف على باب دار طوعة، سلم عليها، ردت عليه السلام، قال أمت الله اسقيني ماء، دخلت أتت إليه بالقدح فيه الماء، تناول القدح، شرب شيئا منه، ثم دفعه إليها، أخذت القدح ودخلت الدار،
بعد هنية خرجت وإذا بها ترى مسلما جالسا على باب دارها جلسة الحزين. شلون جلسة الحزين؟ يعني واضع رأسه بين ركبتيه. ليش؟ لأنه يفكر في الحسين وآل الحسين، كان مهموم مغموم، وهمه وغمه وفكره في الحسين وآل الحسين إلى آخر لحظة من حياته سلام الله عليه. كان يعيش مثل هذا الغم والهم، حتى أن ابن زياد لما عاب عليه مسلم توجه إلى الحجاز، لما صعدوا به إلى أعلى القصر توجه إلى الحجاز فدمعت عينه، فعاب عليه ابن زياد: إن الذي يطلب مثل الذي تطلب لا يبكي. قال: والله ما على نفسي أو لنفسي بكيت، وإنما أبكي للحسين وآل الحسين. هم كان يحمله مسلم. نظرت إليه طوع قالت: أو ما شربت الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن انطلق إلى أهلك، قوم روح إلى أهلك. لما سمع بذكر الأهل اغرورقت عيناه بالدموع، خنقته العبرة، كررت عليه: يا هذا ألم تشرب الماء؟ قم وانطلق إلى أهلك، لا أحل لك الجلوس على باب داري، أنت رجل أجنبي.